كنا ابتدينا معاكم سلسلة الخطايا، مش كده؟ فاكرين خدنا الغضب وخدنا الإدانة وخدنا الكسل وخدنا الكذب والكرياء. ناخد خطية غريبة شوية اسمها الحزن الرديء، برضو خطية الحقيقة ايه، شعبية جدا وعندنا فيها خبرة مش قليلة. الحزن الرديء، هي دي خطية ولا ده مجرد انفعال؟ عارفين الآباء يقولوا ايه يا جماعة؟ الانفعال الأولاني لأي حاجة ممكن ما تحسبش خطية، لكن استمراره يتحسب عليك. يعني إيه؟ تصوروا عدى منظر وحش، طب أنت مالكش ذنب في المنظر اللي عدى، لكن لو قعدت تسترجعه أو تمقمق عينيك فيه دخلنا في خطية، فاهمين؟ عدت فكرة سريعة كده طردتها على طول، خلاص استقبلتها وعششت في دماغك، لا برضو ده إيه؟ ده خطية عليك. نفس الكلام عن الحزن، طبيعي الإنسان ممكن يحزن، طبيعي لأن ربنا يسوع حزن، لكن في كتاب بيقول لنا في حزن ليس بحسب مشيئة الله، في نوع من الحزن نسميه الحزن الرديء أو الحزن الذي ليس بحسب مشيئة الله. في حزن مقدس اللي بيقول عليه طوبى للحزانة، الآن حزن التوبة لما أزعل على واحد بيعد عن الكنيسة، طبعا ده حزن مقدس لان المسيح بكى على اورشليم، واخدين بالكم؟ لما احزن ان من الظلم في الاول لكن ما استمرش فيه. انما الحزن الرديء لما الحزن يتملك الانسان فيستسلم له ويعيش فيه، وطبعا يغلفه اليأس وايه والاكتئاب وهكذا. ده غير مرض الاكتئاب لأنه ده مرض ممكن أي حد يجيله، أنا بتكلم على الاستسلام للحزن. هل دي خطية؟ أيوة خطية، بداية الكلام دي خطية، كونك سايب نفسك للعكننة يبقى أنت غلطان، لأن كان المفروض تطرد الحزن الرديء ده، تقاوم الحزن الرديء. إيه فرق الحزن الرديء عن الحزن العادي؟ المدخل الأول، الحزن الرديء واحد حزنان على فلوس راحت، لكن لو حزنان انه غلط ديتها توبة، فتبقى دي مش حزن رديء، فمين الفرق؟ واحد حزنان لانه حزين لانه كرامته اتجرحت، ده حزن رديء، لكن واحد حزين لانه له اخ بعيد عن ربنا فبيبكي عليه، لا ده حزن مقدس. واضح الفرق؟ ها، اشكال الحزن الرديء برضو هنمشي في الاشكال والمضاعفات والاسباب ثم العلاج. اشكال الحزن الرديء، انا مش عارف اعبر قوي فاحتملوا التعبيرات الايه الدارجه اللي بقول، حاله قرف. يعني ايه؟ ممكن يبقى الحزن الرديء ده مجرد ان واحد مقاريف على طول، ما هي دي برضو غلط لان الانجيل بيقول افرحوا كل حين، فكونك قرفان كده على طول الحياه ده لا يليق باولاد الله، عاوز علاج، عاوز توبه، لان طبعا هنشوف ليها مضاعفاتها، بتخسرك ناس. الحزن الرديء شكل تاني انك تكون بتكتر احزانك، تكترها، يعني عارفين الاكترار بجيم ته ره، ان الواحد زي الجمل كده عمال ايه يطلع الاكل ويمضغه ويرجعه ويمضغه ويرجعه، ففي واحد ايه قاعد فاضي يقول لك اقعد فاضي ليه؟ طب ما انا نكد على روحي يعني، ما ليه اقعد فاضي؟ فيبتدي يجيب المشاكل القديمة ويقعد يضايق روحه. فاكترار الحزن طبعا خطية لأنه ده شيء غير بناء. الحزن الرديء كمان من أشكاله، يعني أهم كلمة فيه الاستسلام يا جماعة، أنك تبقى مش قابل رسائل الفرح، رفض الفرح، رفض التعزية. مرة في مزمور داود بيقول أبت نفسي التعزية، يعني ربنا عاوز يعزيه ومش عاوز. عارفين واحد يطبطب عليك تشيل ايده؟ ساعات الواحد يعمل كده، يبقى ربنا بيطبطب عليك وانت عمال تزيح ايده، لا سيبني بقى. ده اللي عمله ربنا مع ايليا، فاكرين ايليا لما وقع في الحزن الرديء بعت له ملاك يطيب خاطره، زق الملاك ونام. فايه يعني؟ كان في نوع من رفض التعزيه. طيب مضاعفات الحزن الرديء ايه؟ لو استسلمت للحزن الرديء كتير، اول مضاعفه تدخل في حاله اكتئاب فعلا. يعني ايه؟ خلاص تبقى دخلت في حتة مش عارف تطلع منها. الاكتئاب حالة ممكن تسيطر على الواحد يبقى مش عارف يطلع، تبقى أصعب شوية من مجرد شوية حزن. مضاعفة تانية ان الحزن معدي،
فالإنسان المكتئب أو الحزين بيتعب اللي حواليه، مرهق للي حواليه. في واحد ما بيبتسمش، في واحد مش عاوز ينبسط، في واحد ما بيقبلش التشجيع. طب ما ده مرهق لمراته وعياله أو لجوزها وولادها، لأنه حمل عليهم الوجه الكئيب واللسان الكئيب حمل. عشان كده تلاحظوا المسيح لما حزن انفصل عن الناس، خدتوا بالكم؟ انفصل عن التلاميذ عشان حزنه ما يوجعهمش. دي برضو أحد العلاجات. من مضاعفات الحزن الرديء أن الواحد لو استسلم لأفكار الحزن تصل به لليأس. الحزن الرديء يوصل لليأس، يشدك لتحت زي البلاعة كده، فيخليك إيه؟ تقع في فكرة مفيش فايدة، مفيش خلاص، هوبلس، هيلبلس، يعني النغمة اللي إيه؟ تخلي الواحد حتى مش قادر يصلي. خلي بالك الحزن الحلو يخليك تصلي، يعني حزين توبة صلي، حزين على واحد بعيد صلي، لكن حزين كآبة، حزين حزن رديء ما تعرفش تصلي ولا تفتح الإنجيل ولا تعاوز تسمع وعظة، يبقى هنا إيه؟ بيعطل الحياة الروحية. من مضاعفات الحزن الرديء كمان أنه ممكن ينتهي زي ما انتهى بيهوذا بعيد عنكم إلى انتحار، يبقى إيه؟ دي مضاعفات شديدة. أو إلى الانتحار النهاردة لوش ثلاث أشكال يا جماعة، أنتوا كخدام، أنا بكلمكم كخدام مش عشان تعملوا الحاجات دي. لما الحزن يزيد قوي ساعات له ثلاث قنوات للتنفيس: الإدمان، الانحراف، الانتحار. فطبعا لازم تبقوا واعيين ان الإدمان نوع من انواع الانتحار. فاهمين ازاي؟ واحد من كتر الهم اللي جواه ودماغه اللي تعباه بيرمي نفسه في اي نوع من الإدمان. كمبيوتر ده إدمان، الألكول شرب إدمان، السكس إدمان، ساعات تبقى كده لمجرد انه عاوز يطلع بره الحزن مش عارف. طبعا خلي بالكوا ده ما بيزود مش بينقص، اللي بيدخل في السكة دي الحزن بتاعه بيزيد لان احساس الذنب بينضاف، لكن هو ما بيتعالجش. او الانحراف باشكال، واحد ممكن يبقى مجرم بسبب الحزن الشديد اللي جواه، او مؤذي العنف الشديد، يعني كل انواع، او يرتد يسيب المسيح خالص من كتر الحزن العنيف اللي جواه، او الشكل طبعا الصعب قوي بتاع الانتحار باشكال. ندخل على ثالث نقطه، قلنا الاسباب، الأشكال والمضاعفات. الأسباب إيه بقى؟ طبعا أسباب الحزن الرديء كثيرة، منها أسباب غلط ومنها أسباب في الأول صح. بمعنى افرض واحد فقد حد غالي عليه، واحد فقد ابنه، فقد أخوه، فقد شريك حياته، طبعا ده حزن ما نقدرش، ده حزن إنساني راقي، يعني ما نقدرش أبدا نقول ده غلط. لكن الغلط فين؟ انه يستسلم لدرجة انه ما يطلعش من الدايرة دي. يبقى من حقه يبكي لان المسيح بكى مع مريم ومارس، من حقه يحزن، لكن الحزن المعتدل اللي ياخد وقته ويحايل روحه يطلع منه. طبعا هنقول ازاي، لكن ما نقدرش نقول انه السبب هنا غلط. السبب مش غلط، ده تجربة. واحد جاله مرض صعب، طبيعي رد الفعل الاولاني يصعب عليه ويحزن، كويس، بس لغايه امتى هنكمل على ايه؟ حاسب. لو هنفضل في دوامه ربنا مش بيحبني، انا خلاص هموت، انا لا، دخلنا في حزن رديء، مع ان البدايه كانت حزن طبيعي. واضحه؟ واحد خسر كل فلوسه فجاه، برضو الرياكشن الطبيعي انه يحزن، لكن قد ايه؟ الحزن الرديء بقى اللي يكون مصدره الأنواع الوحشة بقى أو الأسباب الوحشة، اللي يكون مصدره مش ربنا، بمعنى إيه؟ مش حاجة طبيعية، زي واحد بيحب الفلوس قوي فلما بيخسر بيحزن بزيادة، دي بقى كده أساسا السبب غلط. أو واحد كرامته عالية زيادة فمجرد أي خدش للكرامة تلاقيه اتحطم خالص، ليه كده؟ زي عارفين إيه يا جماعة، تلاحظوا بعض الرتب العالية إن كان في الجيش أو في الوزارات لما يطلع معاش او يتركن بيدخل في حزن ما بيطلعش منه. ليه؟ لانه هو معلق قوي على الكرامه بتاعته. لو متواضع تعدي هيتضايق شويه وخلاص، هيشوف هيعيش حياته. اذا في اسباب للحزن الرديء تبدو طبيعيه، وفي اسباب تبدو من الاول غلط.
واخدين بالكم؟ زي واحد مثلا عاوز ينتقم من شخص مش عارف ينتقم، فتلاقيه متنكد طول الوقت، اساسا السكة غلط، انت بتكره وعشان بتكره ومش عارف تنتقم، مؤذي يعني، ما مش عارف تطلع من الحزن اللي انت فيه، ما القصة كلها غلط. فغلط العلاج، يهمنا بقى العلاج. كلنا بيعدي علينا الحتة دي، عشان زي ما لقينا الإدانة كلنا والحمد لله، ولقينا الغضب والحمد لله، والرياء والحمد لله، يعني كل الخطايا 10 على 10، والكسل مش كده ولا حد طلع منه شغال. طيب هنلاقي ان الحزن الرديء غالبا بيعدي علينا كلنا برضو، اللي هي الجزء الغلط فيه الاستسلام، الاكترار، الافكار الهدامة مش كده بتيجي، وقد تكون اسبابه زي ما قلنا طبيعية، وقد تكون اسبابه خطي. نعمل ايه بقى؟ علاج الحزن الرديء بالذات يبتدي هنا، يعني في علاجات كتيرة كانت تبتدي بحاجات كتيرة. هنا الحزن الرديء مشكلته الدماغ، الهم بيبتدي من هنا، فانت عاوز تعمل حاجة اسمها ايه؟ زرع، مش زرع مخ، صعبة، زرع افكار. يعني العلاج الامثل حاجة اسمها زرع افكار. يعني ايه زرع افكار؟ انا عندي فكرة ان الناس مش بتحبني، فانا مخنوق ومتضايق ومتعكنن على طول. طيب ما نزرع فكرة حقيقية اسمها ربنا بيحبني قوي، يبقى انا كده ايه؟ لو الفكرة دي دخلت خلاص مش هيفرق، حتى لو فعلا الناس مش بتحبني، او حتى، وده طبعا مبالغ فيه، حتى لو الناس فعلا سابتني، يبقى انا عندي فكرة جديدة اتزرعت واتغرست بترد دايما، بتصد دايما، فخلاص انا مبسوط، كفاية ربنا علي، هعمل بيه بالناس. لو عندي فكرة انه بكرة ده شكله ضلمة، انا خسرت كل فلوسي، ما امنتش نفسي، كل اللي زي عملوا فلوس، كل اللي زي حضروا البكرة مثلا، فيبقى الواحد ايه؟ مهموم ومكتئب وحزين بسبب انه ما عملش حاجة لنفسه او لعياله مثلا. اساسا هي فكرة غلط. طب ما تزرع فكرة بتقول ان ربنا كريم، وان لا تهتموا بالغد، وانه انتم افضل من عصافير كتيرة، وانه، فاهمين اللي انا عاوز اقوله ايه؟ يبقى دايما الحزن يبدأ من هنا مش من هنا، خلي بالكم، مش زي ما الناس فاكرة الحزن كشعور، الشعور قبليه فكرة، فانت عشان تعالج الشعور لازم تبتدي بالفكرة، وده اللي قاله الكتاب، تغيروا عن شكلكم بإيه؟ هنا المشكلة هنا. وده بقى علم على فكرة، عملنا فيه كورس طويل ونزل فيه كتاب هتلاقوه هنا، اسمه CPT Cognitive Behavioral Therapy. يعني ايه؟ غير فكرة تغير سلوك عبورا بشعور. يعني ايه؟ غير فكرة تغير شعور تغير سلوك. فهمتوا؟ ده علم، انما احنا مش عاوزين علم، احنا عاوزين الانجيل وعاوزين الكلام السهل. عندنا الافكار الصح بتاعت ربنا، نطرد بها الافكار الغلط، يتغير شعوري فيتغير سلوك، بدل ما انا قاعد كده مستسلم وحزين ومستني الموت مثلا، لا ده انا هقوم واشتغل واخدم واحس ان ليا رسالة، حتى لو فقدت حد، حتى لو فقدت فلوس، حتى لو راح عمري اللي فات، وليكن، مش هقف عند دي، لاني زرعت فكرة اتولد شعور طلع سلوك. يبقى اهم علاج في الحزن الرديء حتة زرع الافكار. تاني علاج للحزن الرديء، ان امكن صلي كويس، صلي باي طريقة. وطبعا دي ربنا يسوع وريها لنا في جسيماني، جسيماني مدرسة لعلاج الحزن. ليه؟ طبعا كان لأول مرة وآخر مرة في عمر ربنا يسوع يقول تعبير غريب، نفسي، فاكرينه؟ حزينة جدا. مرة في أحد الأناجيل يقول جدا، طبعا دي كبيرة قوي على المسيح إنه يقول كده، نفسي حزينة جدا. طب يلا فرجنا بقى رب، لما ندخل في الحالة دي نعمل إيه؟ كلنا بيعدي علينا الشعور ده، يمكن مش كتير بس يعدي. لما تكون حزين قوي تعمل ايه؟ اول حاجة عملها طلع للطبيعة، طلع للجبل. خلي بالكم كل خطوة عملها المسيح مفيدة. عشان تكسر الحزن الرديء تحتاج الى خلوة، تحتاج الى جو هادي طبيعي، قاعدة على البحر في جنينة، ده لوحده شوية بيهدي الحزن، مش صعب. الحاجة
الحاجة التانية، خد أقرب الناس المخلصين حتى لو مش هيتكلموا معاك. خد تلاميذه، ولو تاخدوا بالكم في مرقس يقول خد تلاتة غير اللي يعني إيه، خد الاتناشر وبعدين سحب أقرب تلاتة، لأن وانت حزين قوي ما تقدرش تتعرض لشخص غريب، مش وقته خالص، مش وقته. والقريب مش مطلوب يتكلم، مطلوب يسمع. ودي مصيبة عندنا كخدام، انك تبقى عاوز تقول تقول ايه، التاني مش قادر يسمع ولا كلمة، هو اللي عاوز يتكلم يتكلم. وطلب طلب واحد بس للأسف ما تعملش، قال لهم ايه فاكرين، بس خليك جنبي. فالمسيح بيعلمنا، بيدينا مفاتيح العلاج. الحزين قوي تقعد جنبه بس، تمسك ايده بس، عاوز يصلي صلي معاه، عاوز يصلي لوحده سيبه يصلي لوحده، لان عاوز يحكي او يشكي يا كويس يبقى هيخف بسرعة. حلو قوي، اسمعه باهتمام. وطبعا بالمناسبة علم النفس يقولوا الستات تحب تحكي، الرجالة تكتم لما تكون حزينة قوي. وطبعا ده له طريقة وده له طريقة. لو الست ما قدرتش تلاقي حد تحكي له تنفجر، والراجل لو ما لقاش الناس سايبينه يكتم ينفجر. فاهمين الفكرة؟ عشان كده الست اللي تمسك جوزها لازم تقول لي زعلان ليه، هي اللي هتزعل، لان كده مش بتعالجه، كده بتفطس. صحيح. نرجع تاني نقول ايه، اولا اطلع للطبيعه، لو حزن رديء سيب كل اللي في ايدك وفك عن نفسك. اتنين، خد اقرب الناس، حاول لو قدرت تلاقي حد مخلص قوي وقريب قوي، ده طبعا لوحده، وده الملاك اللي بعته ربنا لإيليا، خدوا بالكم. وما تضايقش الملاك لما سابه ونام، صحى بعد شوية طبطب عليه واداله أكل. فوجود حد هنا مهم. قلنا الحل الثالث، لو قدرت تصلي، وهنا خلي بالكم ما ينفعش تقول لحد صلي قول ايه، وانت على اخرك اللي يطلع منك يطلع. عاوز تتخانق ماشي، عاوز تعيط ماشي، عاوز تزعق ماشي، عاوز تصرخ ماشي، عاوز تسجد ماشي، عاوز تعيد وتزيد في قول اللي انت عاوزه قوله. ما ينفعش ابدا تبقى واحد على اخره تقول له قول مزامير، هو مش قادر يقرا ومش قادر يركز من كتر الحزن. احنا بنتكلم عن الحزن لما يزيد، عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع بقى يعيد ويزيد في جمله، فاكرنا إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، زي واحد بيقول له شيل يا رب، زيح يا رب، ارحمني يا رب، فك يا رب. هو مش بيقول موضوع، مش بيقول صلوات طويلة، هو بيصرخ. وبعدين يرجع يقول ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. وتلاحظوا كان ربنا يسوع بيعمل إيه كل شوية، يطلع من الصلاة يروح لهم. وده معنى عميق جدا، لأن ربنا بيقدم لنا الإنسانية المعذبة، انه ساعات تبقى محتاج جنب الصلاة الشخص الانسان اللي بيحبك قوي. بس ربنا قال ايه، انتظرت رقة فلم تكن معزين فلم اجد. فكان يروح لهم يقول لهم مش قلت لكم اسهروا معايا، ويتكبس يا عيني ويرجع ايه يصلي تاني، ويرجع تاني يقول لهم محتاجكم ايدكم الارض. يعني اصلا خلي بالكوا دي رسالة مهمة. ليه؟ مش هينفع تفترض انك كل ما تحزن قوي لازم يتوجد الشخص، مش هتلاقي في وقت، مش هتلاقي بركة لو لقيت، بس اللي هتلاقيه دايما ربنا، الصلاة. لكن وخلي بالكوا انه على تالت مرة كان فك، عشان كده قال لهم ايه، ناموا الان واستريحوا. يعني ايه، انا مش محتاجكوا تاني. فهمتوا الفكرة؟ يبقى الصلاة هتخليك تقدر ما تحتاجش البني آدم، حتى لو ناس كويسين. احنا لا نشكك ان التلاميذ بيحبوا ربنا قوي، لكن ضعفوا مش مستحملين. هم نفسهم كانوا مكتئبين شوية، لانه بقاله يومين بيقول انا ماشي. ما تنسوش كده، قبلها بإصحاح لو قريتوا يوحنا كويس يقول لهم مالكوا عاملين كده حزنانين ليه، لو بتحبوني تفرحوا لي. لكن هم كانوا حزنانين، عمال يقول انا ماشي انا ماشي، فملأ الحزن قلوبهم. نرجع نقول تاني، يبقى الحزن الرديء يا جماعة له أشكال وله أسباب وله مضاعفات، علاجه أهم حاجة ازرع فكرة. اتنين، اخرج إلى الطبيعة. تلاتة، امسك في صديق مخلص أو شخص مخلص. أربعة، صلي
عبر، طلع اللي جواك على قد ما تقدر، وده الحل الأمثل. 5، قاوم أفكارك، ودي مهم قوي. يعني ايه؟ هتلاقي الفكر السلبي بيراودك، بينغشك، بيحاول يرجع. ما هو برضو هتعيش طول عمرك لوحدك، ما هو برضو الوحدة صعبة، ما هو برضو ده ما يلغيش ان الناس انت مش فارق معاهم، ما هو برضو عملتك سودة وملهاش حل. فاهمين الفكرة؟ يعني هتبتدي الفكر يعني مش هيروح بالسهل كده، مش تزرع فكرة خلاص خلصت. وعلى فكرة بطرس لما بكى بكاء مرا، دي نفس الحالة، ده الحزن، بس ما قلبش رديء. ليه؟ لأن كان عنده رجاء، لأنه كان يتعلم من المسيح يعني ايه يصلي، يعني ايه يجري. يمكن راح للعذراء، طب طيب خاطره، يمكن اترمى في حضن يوحنا قال له انت عارف انه بيحبك ولازم هيسامحك، يمكن قعد يصلي معرفناش، انما المسيح لحقه بعدها ب 24 ساعه يوم القيامه. يبقى الحزن الرديء له اشكال واسباب. الرساله اللي عاوز اقولها في الاخر، مش صح لينا كمسيحيين ان احنا نبقى الحاله الاساسيه هي حاله الحزن. الطبيعي فينا كأولاد الله يبقى الحالة العادية هي الفرح. ما نقدرش نفترض انه فرح 24 ساعة 7 ايام، ده هيبقى كلام نظري، لان المسيح نفسه حزن في مشاركة احزان الناس، في دموعه ليلة جسيماني. لكن اللي يشوف المسيح most of the time هيلاقيه مبتسم، مبتهج، بشوش، فرحان. لكن في وقت للحزن، عشان كده الحكيم يقول ايه؟ للحزن للبكاء وقت وللفرح وقت. بس احذر من الحزن الرديء. قلنا الحزن الرديء اللي يسحبك ناحية اليأس، اللي يعيد ويزيد في أفكار انهزامية أو سلبية، اللي يخليك مش عارف تصلي. لو الحزن خلاك تصلي ما يبقاش رديء. فهمتوا الفرق؟ لو الحزن دفعك للصلاة يبقى حزن حلو، طوبى للحزان. لكن لو دفعك للبعد عن الصلاة أصبح حزن رديء يخوف، لازم تقاوم.